السلام عليكم. في سؤال بيقول: ماذا بعد تعلم مبادئ ال 3D Modeling؟ ايه الخطوات اللي ابدا فيها بعد كده؟ هل افضل ترتيب معين؟ وايه هي المراحل اللي بعد كده؟ طيب، انت اتعلمت المبادئ، هتسيب الحاجه بعد ما اتعلمت المبادئ وتروح لحاجه تانية؟ لا، الحاجه دي انت محتاجها ولا مش محتاجها؟ محتاجها، خلاص ابدا خش بقى في تعمق فيها شويه، ابدا تحدى نفسك، ابدا اتعلم حاجه اكتر لحد ما تبقى كويس فيها. اتعلم بقى ادفانسد، يعني مثلا اتعلمت انت المبادئ، مسكت مثلا اسطوانه او رحت كورس، فهو بيديك الاساسيات. الكورسات مهما كانت، يعني انا بدي كورسات مثلا، ما اقدرش اقول ان انا هطلعك بروفيشنال 100%، لازم انت تشتغل بايديك ولازم تتحدى نفسك. يعني ما تاخدش نفس الموديل اللي الراجل اداهولك، المحاضر اداهولك، يعني انت خلصت المحاضر اداهولك، لازم تشوف بقى مباني غريبه بقى. عايز اعمل مبنى زو حديد، عايز اعمل مبنى مثلا لفلان، عايز اعمل حاجه من ايام الفراعنه. طب في حاجات تبدا بقى تشوف ايه التحديات، عايز اعمل زهره اللوتس، تبدا تتحدى نفسك بحيث ان انت تطور نفسك، ما تبقاش ثابت عند مستوى معين، ما تبقاش حافظ كورس بتاخد كورس بيقول لك 1 2 3 تروح تطبق 1 2 3، لا تطبق في حاجات غريبه بحيث ان ايه ده، بتعمل ازاي؟ ابدا ادور على النت. لما انا فعلا تواجهني مشكله ومعرفهاش ما خدتهاش في كورس وابدا ادور على النت، ده هيخلي الواحد يتعلم. فسيبنا من ان احنا نتعلم مبادئ الريندر، مبادئ كذا، مبادئ كذا، ونقعد نتنقل كتير قوي. المراحل اللي بعد كده شغل بيحكم عليك، يعني انت مثلا شغل قالك لا والله احنا محتاجينك انتيريور ديزاين، فبتبدا تقوي نفسك في الحاجه دي، او انت في دماغك وظيفه معينه في شركه معينه وعارف ان هم مركزين على حاجه معينه، فبتبدا تركز عليه. تمام، ما تستعجلش ان انت تقول ايه طب انا عايز اتعلم ال 4 دي او ال 5 دي او عايز اتعلم كذا. جميل، اتعلمه اول ما تبقى قوي في البرنامج دوت وبتعرف تعمل كل حاجه، يعني خلاص بقى بدات زهقت منه وخلاص، اي حاجه بتخطر على بالك بتعرف تعملها، ابدا شوف حاجه تانية وطور نفسك وحاجات زي كده. ما تستعجلش ان انا ايه عايز اتعلم 10 برامج في سنه، لا انا ممكن اتعلم برنامج واقعد فيه 5 6 شهور لحد ما ابقى قوي فيه واشتغلت بيه كذا مشروع، مش مجرد بتفرج على الفيديوهات وانا عمال العب وكده، لا بشتغل بايديا واطبق. وفي الشغل، لما الشغل 8 ساعات، فلما تبقى انت مثلا بتشتغل 8 ساعات تضرب مثلا في مثلا 300 يوم، هتلاقي نفسك جمعت عدد ساعات حلوة قوي خبرة ان انت تشتغل من غير ما تفكر، تك 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 على طول. تمام، لو انت بقى بتتكلم ايه اللي المفروض بعد ما تبقى في حاجة، انت المفروض مثلا بتشتغل مثلا بيم سبيشاليست، مهندس بيم سبيشاليست لمدة مثلا 5 سنين، وبعد كده عايز تحول كوردينيتور. فالكوردينيتور محتاج ادوات، ايه الادوات اللي محتاجها؟ محتاج ان هو يعرف يعمل كوردينيشن، كوردينيتور كوردينيشن. شايف في صدفه عجيبه في الموضوع، تحس كده ان في تشابه في الحروف. فايه تبدا بقى تشوف ايه البرامج اللي بتعمل الكوردينيشن، تمام، وتقارن بينهم وتشوف افضل برنامج، هل ممكن ده تبدا تشوف افضل واحد فيهم اللي ممكن يفيدك في الشغل بتاعك وتشتغل بيه، زي مثلا السينك والسليبريت، في كذا برنامج بتبدا انت تختار افضل اداه فيهم وتشتغل عليه. بعد كده ممكن يكون انت مجالك في الاداره او انت كبير في السن فعايز تركز على الاداره، فخلاص بتبدا تشوف موضوع الاداره وتبدا تخش مثلا اقسام اداره. ممكن تكون انت بتحب الفور دي فتدخل في البلانينج والفور دي والحاجات ديت. انا عارف واحد متخصص في الفور دي، ف عنده مثلا 10 برامج فور دي بيعرف يتقنهم كلهم، وطبعا عارف كل واحده الميزه بتاعتها، يعني مش في كل شغلانه بيقعد يشتغل بال10، لا عارف ان دي قويه في دي ودي قويه في دي في الهزار وهكذا.